قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من دروس ومراجعات بإذن الله تعالى. دعاء ما قبل المذاكرة كما تعودنا. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، إن شاء الله لداخلين الصف الأول أو الثاني أو الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، وربنا يسلمكم جميعا من كل مكروه وسوء وبلاء. لا يخفى على حضراتكم أهمية حفظ الكلمات والمشتقات والمصطلحات والتعبيرات في اللغة الإنجليزية، ومن هنا جاتني فكرة أني أبدأ مع حبايبي وأساعدهم في حفظ ما يقرب من 4000 كلمة بإذن الله تعالى، ما يقرب من 4000 كلمة ومصطلح ومشتق منتقى ومختارة بعناية تخليك إن شاء الله أسد بمعنى الكلمة في اللغة الإنجليزية بإذن الله تعالى. وكمان مش هديك كده مجرد كلمات تحفظها، ده إن شاء الله كمان هخليك تاخد النطق الصحيح أو تنطقها معايا النطق الصحيح. واحد يقول لي يا مستر أنا بحفظ كتير بس بنسى، عندي حتة النسيان. هقول لك ابدأ احفظ معانا ان شاء الله، والكورس انا مسميه احفظ معانا، كورس التحدي في حفظ الكلمات والمشتقات. هقولك احفظ معانا حبيبي وابدأ معانا، وهقولك ان شاء الله الفيديو القادم تعمل ايه عشان ما تنساش حفظ الكلمات. ان شاء الله هنزل اول 5 حلقات على القناة بإذن الله تعالى، دول مجاني، واللي عايز يكمل الكورس كامل بإذن الله تعالى ويحفظ معانا القاموس بتاعي ده كامل، قاموس مستر محمود حسنين لراغب التمكن من اللغة الإنجليزية، وأنا مسميه قاموس دكاترة وصيادلة ومهندسين المستقبل بجد والله. تمام، هنزل أول 5 حلقات إن شاء الله مجاني على القناة. اللي عايز يكمل إن شاء الله معانا باقي الكورس، واللي هيبقى حوالي 50 حلقة كاملة كلمات ونطقها الصحيح، يتفضل يشترك معانا ان شاء الله في المجموعة الخاصة. اللي عايز يشترك معانا يتواصل معايا واتساب على الرقم اللي هقوله دلوقتي، ياريت ورقة وقلم اللي عايز يسجله، 010-6-49-59-89. او التاني اللي عايز يشترك معانا ويكمل الكورس كامل ان شاء الله، انا قلت هنزل 5 حلقات هنا، اللي عايز يكمل 50 حلقة كاملين ان شاء الله ويحفظ القاموس كامل بإذن الله تعالى، اللي يضمن لك تقفل انجليش ايا كانت صعوبة الامتحان بإذن الله تعالى، ياريت يتواصل معايا واتساب ويحجز له مكان في المجموعة الخاصة اللي ان شاء الله فيها كمان شرح المناهج غير كورسات كتير تانية بإذن الله تعالى. اقول لحضراتكم تاني 010-6-49-59-89 للداخلين سنة تالتة ثانوي بإذن الله تعالى. يلا بينا نبدأ مع بعض، وقبل ما نبدأ نقول بسم الله ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يلا يا شباب repeat after me بطريقة التكرار، وحسيب فرق بين كل كلمة وكلمة وننطقهم صح، وتنطق معايا وتكرر وتحفظ وتكتب على طول، وتحاول تحط الكلمات دي في جمل باللغة العربية وتحولها انجليزي عشان تثبت معاك وتستخدمها في كلامك اليومي. طبعا القاموس مرتب هجائيا، فهنبدأ ان شاء الله بالكلمات اللي بتبدأ بحرف الاي. تمام، اول كلمة هناخدها معانا اي ان. تمام، اي ان. تمام، طبعا الاتنين دول زي ما انتم عارفين ادوات تنكير، خدنا الاي والان والزا، ادوات التنكير وادوات المعرفة، ده درس جرامر. كلمة تانية وركز معايا في النطق، قولوا معايا ابيندن ابيندن. يلا مش سامعك، فينك؟ يلا بينا عايزين تفاعل وشغل، ابدا صح والبدايه الصح في الانجليش تحسن مستواك وحفظ كم كبير جدا من الكلمات. ابيندن، كمان مره ابيندن. ابيندنت ابيندنت. نقول من الاول تاني اي ان
تمام. abandon abandon abandoned abandoned. في كلمات كتير قوي هتشوفها اول مره تشوفها النهارده، في بعضها انت عارفه لكن معظم الكلمات واحده واحده واحنا شغالين في الكورس هتلاقي كلمات اول مره تشوفها. طيب طبعا المعنى قصادهم باللغه العربيه. الكلمه اللي بعدها اللي معناها متروك او اختزل او اختصر بتنطقوها ازاي؟ تمام يلا نقولها مع بعض. abbreviate كمان مره. abbreviate repeat after me. abbreviate abbreviate حلو قوي. طب عايزين نقول اختصار. abbreviation الله. abbreviation كمان مره مستر. abbreviation حط سماعه الودان كده على ودانك يا كبير الهاند فري وعيش حياتك كل يوم كده يا ريت، او يوم ويوم وتحفظ كلمات وتسمع وتحسن نطقك. عايز ايه تاني؟ abbreviation. طيب حلوه قوي. الكلمه اللي بعدها abdicate. abdicate كمان مره. abdicate يعني abdicate دي يعمل حاجه، دي معناها تبرأ من او تنازل عن، زي ما نقول تنازل عن العرش. طب النون منها انتوا ملاحظين هنا انا مراعي المشتقات، يعني لو فعل هتلاقي منه الصفه هتلاقي منه النون اللي هو الاسم وهكذا. تمام يا شطار مراعيها جدا في القاموس. abdicate abdication abdication زي الفل يا مستر. اللي بعده الكلمه دي تنطقها ازاي؟ اول مره معظمكم يشوف الكلمه دي. abhor 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 كمان مره معناها كره ويشمئز من. طيب الاسم منها او النون كراها او بغض اللي هو abhorrence كمان مره. abhorrence كمان مره. abhorrence يلا يلا بينا انطق معايا كده وفوق احنا عايزين تفاعل. abhorrence حلوه قوي. الكلمه اللي بعدها abide بقي او مكث او واجه. abide كلمتي الجديدة دي طبعا الناس كلها عارفين كلمة باقية معنى stay او lost. يجي لك بقى في مثلا في comprehension قطعة فهم ويجيب لك كلمة stay او lost ويقول لك طلع من القطعة كلمة بتساويهم وتكون الكلمة دي كلمة abide. فلو حضرتك حافظ هتخلص، وده سؤال بيواجه كتير من الناس بيكون صعب على كتير من الناس انه يجيب لك كلمات ويقول لك هات اللي بيساويها او اللي ضدها من القطعة. فلو انت حافظ كلمات بقى والقاموس ده حفظته معايا اقسم بالله العظيم انت مش هتبقى طالب بتدرس انجليش، انت هتبقى موجه، مش هقول مدرس، هتبقى موجه او متخصص تدرس انجليش. انا اقسمت بالله سبحانه وتعالى وانا عارف انا بقول ايه. طيب abiding abiding وما يكون الاي ان جي في الاخر ما ننطقش الجي فنقول ايه؟ يلا سمعوني abiding مش abiding ولا abiding. ايه يا عم الحاج abiding. تمام ability ability كمان مرة ability الله. يلا بينا نكمل ولا زهقتوا مني؟ لو زهقتوا قولوا. ليه هيقفل الفيديو اللي حاسس انه بيستفيد؟ والله يكمل معايا. وياريت بقى ما ننساش اللايك، ما ننساش الشير، ما ننساش ان احنا نشيرها في الخير يا شطار، ما ننساش التعليقات، تعليقات حضراتكم وطلباتكم تحت امر حضراتكم. ability ability يعني ايه ability؟ ability يعني القدرة كلنا عارفينها او المهارة. طيب دي object ولا object؟ لا دي object بمعنى حقير او دنيء، لكن object التانية بمعنى يعترض او شيء او موضوع. صح ليه؟ object بطيء ليه؟ عايزكم تقروا صح، مش اقرا كلمات وبسرعة واجري، ما ينفعش. object object تمام. able 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 بمعنى قادر او ماهر. able bodied كمان مرة. able bodied كمان مرة قول معايا. able bodied معناها قوي الجسم بسوى كلمة strong. طيب الكلمة اللي جاية دي اسمها ايه؟ سمعوني. ablution الله. ablution ablution مش بلوشن بس تلوث. ablution بمعنى وضوء او تطهير بالماء او طهارة زي ما بقولوا، راح اتوضى اسمه الوضوء بقى ablution 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 كمان مرة ablution. كلمة اللي جاية وركز معايا في النطق بتاعها والله. ably ably مش ابلاي، ابلاي التانية اي دبل بي والبي تقيلة، الواي بمعنى يطبق جاي منها كلمة ابلكيشن صح ولا ايه؟ تمام
او ابلاي فور يتقدم بطلب لوظيفه والكلام انتوا عارفينه. لا لكن دي ايه بقى؟ ابلاي. ابلاي يعني ايه؟ ابلاي كمان مره ابلاي 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 يعني باقتدار او بمهاره. تخيل بقى لو حفظت الكلمات دي هتبقى عامل ازاي؟ ما شاء الله عليك في الكتابه، في الاساي المقال، في ترانزليشن، في كل اجزاء اللغه هتبقى ممتاز ما شاء الله عليك. طب يلا بينا. abnormal. abnormal يعني abnormal. abnormal بمعنى شاذ او متقلب او غير عادي. abort. abort تمام. اللي بعدها aboriginal. aboriginal كمان مرة. aboriginal كمان مرة. aboriginal بمعنى من السكان الاصليين. طب اللي بعده يا باشا سمعني كده. abound يا عم مش abound. abound تانية البي تقيلة بمعنى جنيه، ديت abound تانية bound، دي abound. abound abound يعني ازداد او شاملة، كلنا عارفين دي. about 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 يعني نحو او على وشك او حوالي او قريب، كل ده صح تمام. خد بالك above مش above. above مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. above ينفع نقول above؟ لا والله اسمها يبقى صح above. برافو عليكم. above above تمام. طب الكلمه اللي بعدها يلا بينا شطار، مركزين معايا مركزين يا مستر، معلش بحبكم والله، عايز لكم وعايزكم عايزكم تبقوا احسن الناس وعايز لكم الخير، ساعدوني على كده. above above board above board تمام. الكلمه اللي بعدها abrade يقشط او يحك. abrade abrade. طب اللي بعدها abrasion. abrasion كمان مره. abrasion دي معناها قشط او كحت. abrasion. طب اللي بعدها يلا سمعوني كده كلمة ايه؟ ايوه برافو عليكم. abreast كمان مرة. abreast معناها جنبا لجنب تمام. we should be abreast يجب ان نكون جنبا لجنب، يبقى كلمة abreast معناها جنبا لجنب، side to side. معالة مش معايا. طيب كلمة اللي جاية acceptance. الله acceptance تمام. acceptation كمان مره. acceptation acceptation تمام. accepted كمان مره. accepted كمان مره. accepted كمان مره. accepted مش accepted ها. accepted accepted مقبول او موافق عليه. يلا بينا نكمل الباقي معانا. معانا يلا شطار، معايا معاك يا مستر محمود ان شاء الله. يلا ركز معايا يا باشا اللي بعده نكمل. طبعا اللي بيخليني باخد وقت ان انا النطق بكرره، هتعب شويه مفيش مشكله بس حبيت اتعلم النطق الصح فيحفظه صح تمام. يلا abroad. abroad يعني ايه abroad؟ معنى في الخارج او مطلق العنان زي ما بيقولوا. absence absence معناها غياب او غفله، خد بالك من الكلمات واعطيلك المعاني المختلفه ليها. لو حضراتكم شايفين المعاني المختلفه كلها موجوده عشان النظام الجديد مراعي كل ده هنا. absent بمعنى متغيب او غائب. absent minded. الله absent minded دي صفه بمعنى شارد العقل او سرحان. absent minded. طب اللي بعده absolute. الله absolute يعني absolute دي مطلق او تام او بحت، معلش ده خطا مطبعي، مطلق او تام او بحت. absolutely مطلقا او حتما. absolutely تمام. طب مغفره وتبرئه بقى absolution. الله مغفره وتبرئه اللي هي absolution. طيب يلا بينا نكمل اللي بعده absolve يغفر او يسامح. solve لوحدها بمعنى يحل زي ما قلت solve a problem يحل مشكله. اللي بعدها absorb. absorb يمتص او يستوعب. absorb بتساوي كلمه taken بمعنى يمتص او يستوعب. ما تصلوا على النبي يا جماعه انتوا نايمين ليه؟ صلوا على سيدكم النبي كده عشان ربنا يوفقكم ويكرمكم. والصلاه على النبي كتير من اسباب الحفظ وتثبيت الحفظ. انا بقول لك حاجه والله وطريقه مجربه،
قبل ما تحفظ وبعد ما تحفظ صلي على النبي 10 مرات صلى الله عليه وسلم، وشوف والله تأثير السحر، تأثير السحر في الحفظ واستيعاب المعلومة واسترجاع المعلومة ما ايه اما تطلبها او اما تريدها. وصلت؟ جرب. نخسرين ايه؟ absorb، absorbed دي الصفة بمعنى ايه؟ منهمك او ممتص. absorption امتصاص او اندماج. absorption. abstract، abstract خلاصة او نظري او يسلب او يجرد او نظري، تمام؟ ما قلناها من شوية. abstract زي ما قول abstract nouns او معنوي، كمان معناها اسماء معنوية. abstract خلاصة نظري يسلب يجرد معنوي. طيب الكلمة اللي بعدها مين ينطقها معايا؟ يلا شوفك تنطقها صح. يلا كده اسمع، سمعوني النطق بتاعها كده قبل ما اقولها. ساكت عشان اسمع الهب. تمام، ها سمعوني. يلا شطار. سامعك، الله ينور عليك. لا غلط. طيب انطقها لكم بقى يلا. تمام، absurd، absurd. كمان مره، absurd. يا نهار ابيض، شوف انت كنت بتنطق ازاي بقى. يبقى النطق الصح يا حبايبي. سمعني يا باشا، absurd، absurd، ولا يا absurd ولا معرفش absurd ولا حاجات دي كلها اتنطقت دلوقتي اكيد يعني absurd. طب يلا نقرا بقى الاسم منها، لا سخافه او عبث. absurdity كمان مره، absurdity. تمام، absurdity كمان مره، absurdity. طبعا التي دايما بن ايه بنخلي نطقها قريب من ايه من الدي، فتقولي بقى absurdity، ما تقولش absurdity. لا لا، absurdity ها ولا absurdity، absurdity كده على السريع اخطف كده، absurdity سخافه او عبث. تمام، اما تقول واحد what absurdity يعني يا للسخافه او العبث. طيب نروح على وفرة او غزارة او فايد، الى كلمة abundance، صح كده؟ abundance يعني abundance. متأكدين ان نطقها abundance؟ لا والله العظيم، اسمها abundance. تمام، ايوه كده، برافو عليك. عشان في ناس بتنطق abundance، لا يا عم انت اكلت حروف كده. يبقى نطق صاحبها abundance. كمان مرة، abundance يعني ايه abundance يا شطار؟ abundance بمعنى وفرة او غزارة او فايد. طب يلا بقى، وافر او غزيرة او فايد انطقها لوحدك بقى، برافو عليك، abundant ممتازين، abundant. طيب كلمة اللي جاية لنطقها مع بعض اللي هي إساءة استعمال أو شتمة أو إفراط، ها مين يقول معايا؟ سمعوني يا شطار، ها نقول مع بعض. abuse، الله اقرا كده، abuse، abuse مش abuse، غلط والله، abuse كده كده، abuse، abuse. تمام، طب ننطق بقى مهين أو فاضح، هننطقها ازاي؟ ابيسف. تمام، مش اب يوسف، يوسف ده واحد صاحبك يا حبيبي، خلاص كده خد بالك معايا. يبقى ابيسف، ابيسف يعني ابيسف مهين او فاضح. نخش على كلمات كلكم عارفينها وكلمه كلكم عارفينها، اكاديميك، اكاديمي. تمام، اكسيد قبل او تبوأ وانضم لي، تلاقي كلمه مثلا اجري او اكسبت يقبل موجود، اقول لك هات كلمه بتساويها في المعنى وقريبه منها في المعنى، بتكتير في الامتحانات في النظام الجديد، صح ولا ايه؟ تقول له اكسيد. يلا نخش على زاد السرعه واسرعها، كنتم بتنطقوها ازاي؟ يلا انطقها، هنطقها بالنطق بقى سلو موشن يعني الحركه البطيئه. اكسيليريت كمان مره، اكسيليريت، اكسيليريت. ريبيت افتر مي يا حاجه اللي قاعد هناك، يا حاجه يا عم يا اللي بتتعشى، تعالى استفاد كلمتين ينفعوك في الدنيا. accelerate، accelerate يعني زيادة السرعة. acceleration تعجيل أو إسراع. acceleration، accelerator دواسة البنزين. تمام، accelerator. وصلت؟ تمام، accent، accent. طب الكلمة دي بقى نطقها شائع والناس معظم الناس نطقها خطا، بتنطقها ايه؟ انا متاكد يلا انطقوا الكلمه دي، كنا نزل اكسبت، نطق خطا مليون في الميه، امال الصح ايه؟ اكسبت. يا نهار ابيض والله، راجع ورايا القواميس، وعندكم قواميس الناطقه على النت بالهبل، اتفضلوا راجع ورايا. انا بصوا انا بحب كل حاجه عندي بالدليل، والله حضرتك هتلاقي الحمد لله نطقي زي معظم القواميس المشهوره عالميا زيه بالظبط. تمام،
accent. اللي بعدها يلا يقبل او يوافق او يرضى ليه ايه؟ accept غلط accept. الله accept accept وصلت accept كمان مرة accept. والله متأكد ان 90% من اللي قدامي او اكتر كان متوقع accept. وهقول لك عايزين نتعلم لغة واللغة الانجليزية مهمة. ما بنفهمش الاجانب لما بيتكلموا في الافلام او ما يكون قدامي اتنين اجانب بحسس ان انا مش عايز اقول كلمة كده. صح ولا غلط يا حبايبي؟ accept. النطق الصح هو اول الطريق الصح عشان تفهم اللي قدامك. لكن انت في دماغك النطق خطأ، فلو حتى قال الكلمة اللي في دماغك ما انت بتنطقها غلط هتفهمه ازاي؟ كلمة صح صح. طب يلا انت دي بقى acceptable. برافو acceptable، مقبول او مرضية عنه. نكمل. زهقتوا مني معلش. اللي بيزهق من الافادة ومن العلم وان يكون انسان ممتاز في المادة دي يتفضل يتفضل حضرتك غادر الفيديو. لكن الناس اللي ناوية تكون عمالقة في الانجليش والله انا معاهم وفي ظهرهم باذن الله ان شاء الله. تمام. تنسوش ان اول 5 حلقات في الكورس ده مجانين على القناة. باقي 50 حلقة ان شاء الله للقاموس كامل. القاموس كامل ان شاء الله من قاموس مستر محمود حسنين ان شاء الله هيبقى على المجموعات الخاصة. اللي ناوي يحجز معانا او يكون معانا ويشترك معانا الحمد لله ناس كتير او اشتركت ومبسوطين جدا الحمد لله من مجموعات باذن الرحمن. اشترك معانا وانضم لأسرة مستر محمود حسنين. معايا يا حبايبي؟ تواصل معايا ازاي؟ واتساب 010-6-49-59-89. يلا نكمل يلا نكمل. قلنا accent accept accept acceptable. طيب الكلمة جاية لدقة او اتفاق ننطقها ازاي يا شطار؟ الله ينور. ها accuracy. انت معايا accuracy. كمان مرة accuracy accuracy. عايزك كده ايه ونطق كده وتبقى واثق في نفسك. accuracy accurate دقيق او تحكم accurate. طيب الكلمة الاخيرة ها ننطقها مع بعض كده accursed. يعني accursed accursed بمعنى ملعون او مكروه. accursed بمعنى ملعون او مكروه. كررت اكتر من مرة للنطق. ممكن دي كنت نطقهم يا مستر في 5 دقايق مش في 25 دقيقة لاني نطقت اكتر من مرة نطقت اكتر من مرة. مهتم جدا بالنطق. خد بالك الكلمات فيها مشتقات كمان. ياريت دولت واجبك حفظ ان شاء الله تحفظ الكلمات دي تحاول تحطها في جمل من عندك باذن الله تعالى. صلى على النبي 10 مرات قبل وبعد. تكرار الكتير بيثبت المعلومة. الى هنا يكون انتهيت من الحلقة الاولى من كورس احفظ معانا. كورس التحدي في حفظ الكلمات والمشتقات قاموس مستر محمود حسنين. وانا قلت ده الرغيب التمكن من اللغة الانجليزية. وان شاء الله ده قاموس دكاترة وصيادلة ومهندسين وكل المتميزين. واحد يقول احنا ادبي. والله الادب على عيني وراسي. ده الادبي المفروض يهتم باللغات اكتر من اي حد تاني. ان شاء الله ده كورس دكاترة وصيادلة ومهندسين وكل راغب في التميز في اللغة الانجليزية ان شاء الله. الى ان القاكم القاكم على خير. ما تنسوش اللايك. فين اللايك يا كبير لو استفدت؟ شير على اوسع نطاق. يا ريت ندعم القناة عشان استمر معاكم ان شاء الله. وان شاء الله انا هنزل شرح اولى وتانية ثانوي على القناة باذن الله تعالى ان شاء الله كاملا كما فعلت مع تانية ثانوي السنة اللي فاتت. يا ريت حضراتكم ما تنسوش القناة من الدعم. والى ان القاكم القاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.